أطلق التحالف الوطني عرض مسرحية تقاطع الأحلام الذي جاء ضمن مبادرة عبر، إحدى مبادرات مشروع جائزة تحفيز المبادرات الشبابية، ويأتي ذلك في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع المعهد الفرنسي. مبادرة عبر هي مبادرة بتهدف للتوعية عن القضايا المجتمعية من خلال الفن، فاحنا النهاردة هنختتم المبادرة بعرض مسرحي بيوعي عن قضية مجتمعية مهمة جدا، وهي قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والقائم على العرض المسرحي تمثيلا واشرافا هم اطفال وشباب من منطقة رود الفرج. احنا بنشتغل مع مر تقريبا من 7 سنين لغاية 16 سنة. الستاشر سنة فيه 7 سنين، تخيلي حد بيتكلم عن موضوع أهمية إن البنت تعبر عن نفسها ويكون عندها ثقة في نفسها وإن هي تمارس الأنشطة، ولد عنده تشوفي ده بالنسبة له فاده في إيه على المستوى؟ أكيد هيبص لأخته بشكل مختلف، هيبص لأي بنت بشكل مختلف، غير لما يشوفها لا أنت مش فاهمة حاجة، أنت مش بتعرفي حاجة، بس إحنا الأبطال الولاد والحاجات، فأكيد ده فرق، أنا أكيد ده فرق التجربة مع الولاد نفسهم اللي شاركوا، بل كمان مع الولاد اللي هيتفرجوا. المسرحية بس بتتكلم إن البنت زي الولد بالظبط، وممكن تروح مركز الشباب عادي وتلعب رياضة ويكون بس قوية وعندها ثقة في نفسها، دي أهم حاجة. فكرة المسرحية إن إحنا ما ينفعش نفرق ما بين الولد والبنت، البنت زيها زي الولد، فعادي ممكن تشارك في بطولات في نوادي وكده. المسرحية حسستني إن أنا ليا حق في البلد دي والمفروض أقدر أخده، مش حد تاني يجي ياخده بدالي، ونقدر أدافع عن نفسي وليا حق في النوادي وفي العالم كله. أنا يعني فخورة جدا إن أنا ممكن أقدم رسالة زي دي، رسالة عظيمة، وأنا طبعا متوترة أكيد لما أجي أقدمها، بس أنا حابة أقدمها لأن أنا حابة أفيد البنات، لأن طبعا في بنات كتير ما بتعرفش تدافع عن نفسها، فأنا يبقى ليا يعني الشرف إن أنا أقدم لهم الرسالة دي. إحنا حاسين بفخر كبير جدا وبوجودكم معانا، وإحنا حاسين إن إحنا إن الحاجة دي مهمة جدا وممكن تفرق في حياة حد، وهي فرقت في حياتنا إحنا.